الحلقة الخامسة عشرة من تفسير جزء عامة، الحلقة الثالثة من تفسير سورة عبسة. بدأنا في الموضوع الثاني من سورة عبسة، كيف نربي أنفسنا ونربي الآخرين على الخشوع. نربي أنفسنا والآخرين على الخشوع بثلاث وسائل. الوسيلة الثانية إن احنا نستحضر أدلة البعث والنشور. أول دليل خلق الإنسان، وقفنا عند قوله تعالى ثم أماته فأقبره، يعني بعد حياته الطويلة ربنا أكرمه أنه جعل له قبرا يواري فيه جسده. ثم يعني بعد فترة إذا شاء أنشره، ثم يموت هذا الإنسان فإن الله سيبعثه إذا أراد ذلك يوم ينفخ في الصور. كلا كلا، ليس الأمر كما يقول الإنسان أنه قدم عليه، لا، ده سيقف ويبعث أمام الله وهو لم يقضي ما أمره الله به. فما من إنسان إلا وسيذهب الله إلى الله تعالى وهو مقصر في حقه، ولن يدخل أحدكم الجنة بعمله، ومن نوقش الحساب عذب. طيب، الدليل الثاني على البعث والنشور خلق الكون وما فيه من عجائب. فلينظر الفاء ديت جواب شرط لشرط محذوف. ايه الشرط المحذوف؟ يعني اذا لم يتيقن بالبعث ويخاف عندما عرضنا عليه خلق الانسان، فلينظر الى دليل اخر على البعث والنشور، وهو نزول الماء في الارض. فنزول الماء اكبر دليل على قدرة الله تعالى وانه يستطيع ان يخلق الانسان. فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا، أي أن صببنا أنزلنا الماء العذب نزولا شديدا من السحب. ثم شققنا الأرض شقا، ثم شققنا الأرض شقا مرتين، مرة بإدخال الماء ومرة بإخراج النبات. ده خلق الكون وما فيه من عجائب. من جعل الماء المالح يتحول لماء عذب ويصبه صبا ويشق الأرض به لتخزنه، يستطيع أن يخلق الإنسان مرة أخرى. فإن لم يتعظ بذلك الدليل فلينظر إلى دليل آخر، وهو إنبات النبات. فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا. الأرض دي أنبتنا فيها الحب والعنب والقضب، ودول أهم ثلاث أكلات، الحب اللي هو العيش والدقيق والرز، وبعد كده العنب عند العرب لأنهم كان بيتخزن وبقى الأكلات غالبا لا تخزن، وقضبة والثمار التي تؤكل بدون طبخ زي الجرجير والقراط والأتة. الثلاث حاجات دول كانوا منتشرين عند العرب وموجودين لقلة المياه. وزيتونا ونخلا، ثم زيتون ونخل، وحدائق غلبة، حدائق كثيفة شجرها كبير مليئة بالفروع يغلب كل فرع فرع، من كتر الفروع بتزق بعضها. وفاكهة وأبا، وفاكهة من ثمار هذه الأشجار اللي هي الحدائق الغلبة بيتفكه الناس بأكلها. وأبا، قال مجاهد، الأب للبهائم كالفاكهة لبني آدم. فالأب نباتات البهائم بتحبها تأكلها زي ما بني آدم بيحب الفاكهة. متاعا لكم ولأنعامكم، النباتات ديت متاعا لكم عشان تأكلوا منها وتنتفعوا بيها، ولأنعامكم عشان أنعامكم يأكلوا منها وتستفادوا منها. وده الدليل الثالث على البعث والنشور. كل ما تيجي تأكل افتكر النبات دوت زي ما ربنا نبته واحنا بناكلوه هينبتنا يوم القيامة عشان يحاسبنا. طيب، دي الوسيلة التانية، استحضار أدلة البعث والنشور الثلاثة. الوسيلة الثالثة استحضار مشهد الحساب ونتيجته. فإذا جاءت الصاخة، الصاخة هنا اللي هي النفخة الثانية، وسميت صاخة لأنها تصخ الأسماع أي تسمعها بشدة. طيب، فإذا جاءت الصاخة، جواب الشرط هنا فين؟ جواب الشرط محذوف، تقديره سينشغل كل إنسان بنفسه ولن يألو على أحد. طب ليه حسب جواب الشرط؟ لماذا؟ للعلم به، لأن الآية اللي بعديها هتفيد نفس هذا المعنى. طب إيه الآية اللي بعديها؟
يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. كل واحد مش هيدور على حد، والسنة تؤيد ذلك. إن النبي بيحكي لنا عن عيسى بن مريم أما الناس يطلبوا منه الشفاعة يقول: لا أسأله اليوم إلا نفسي، لا أسأله مريم التي ولدتني. والسيدة عائشة بتقول لرسول الله: الناس هينظر لبعضهم لبعض وهم عراه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد شغل الناس، وقرأ: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. طيب، نهاية هذا اليوم اللي يحصل، الناس هينقسموا قسمين: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ده أول قسم. وجوه مضيئة، مسفرة يعني مضيئة، زي الرسول بيقول أسفروا بالفجر، يعني خلوا الفجر، خلصوا صلاة الفجر والسماء مضيئة. ضاحقة مستبشرة، طب ليه؟ لأنها بتستبشر بالعمل الصالح بتاعتها. قال الله تعالى: ولقاهم نظرة وسرورة. والقسم الثاني: ووجوه يومئذ عليها غبرة، تراب ترهقها قطرة سواد، تراب وسواد وظلمة بسبب علمها بالعذاب. أولئك هم الكفرة الفجرة، اللي جمعوا بين الفساد الاعتقاد بالكفر وفساد العمل بالفجر والمعاصي. كده احنا خلصنا الثلاث وسائل اللي اذا رب الانسان نفسه عليها يكون من الخاشعين. نبدأ بالمستوى الثاني. المستوى الثاني ده للمتخصصين في سورة عبسة. ما مكان نزول سورة عبسة؟ هي سورة مكية نزلت بعد النجم. ايه ترتيبها؟ هي السورة رقم 80 من 114. عدد آياتها 42 آية. عدد كلماتها 233 كلمة. عدد حروفها 533 حرفا. ليه خاطب في الصورة النبي بخطاب الغائب عبس وتولى؟ ليه ما قالش للنبي عبست وتوليت؟ تلطفا في عتاب النبي صلى الله عليه وسلم. طب كيف كانت الصورة دليل على كمال أمانة النبي؟ لأن الصورة فيها عتاب ومع ذلك النبي نقله. قالت أم المؤمنين عائشة: لو كان لرسول الله أن يكتم شيئا من وحي الله لكتم عتاب الله تعالى له في عبس وتولى. طب الآية رقم 2 فيها سؤال: لماذا عبر الله تعالى عن عبد الله بن أم مكتوم بلقب الأعمى، وربنا قال: ولا تنبذوا بالألقاب؟ لسببين. السبب الأول: اتفق العلماء والمحدثون إننا يجوز أوصف الإنسان بصفة نقص لتعريفه لا لتنقيصه. زي العلماء قالوا: فلان الأعرج وفلان الأعرج، وده إجماعا. لما بدان فيش تنقيص يجوز. تاني حاجة: التعريض بصناديد قريش إنه أعمى ومع ذلك آمن بالنبي، وإنتوا بعينين وأمنتوش. زي بالظبط ما ربنا بيقول: كفإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. فكيف بكفيف يؤمن وبصير لا يؤمن؟ طيب الآية رقم 15 فيها سؤال: لماذا لم نرجح ما ذكره المفسرين كوهب بن منبه إن السفر هم القراء بتاع محمد صلى الله عليه وسلم، ورجحنا قول ابن عباس إن السفر هم الملائكة؟ لسببين: أول حاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماهر بالقرآن مع السفر الكرام البررة. معنى كده أن السفر الكرام البررة مش هم المهرة بتوع القرآن، المهرة بتوع القرآن معاهم. فدل دول ملائكة ودول بشر. تاني حاجة: أن ربنا ما وصف المؤمنين وصفهم بالأبرار، ما وصفهمش بالبررة، مما يشعر أن المعنى بهذا الوصف للملائكة مش للمسلمين. طب الآية رقم 19 فيها سؤال: لماذا استخدم العطف فيه ولم وأحيانا وثم أحيانا؟ فيه أما يكون في سرعة، ثم أما يكون في وقت. فقال: ثم السبيل يسرى، إشارة إلى طول الزمن التسعة أشهر اللي بيقعدهم الجنين في بطن أمه. ثم أماته، إشارة لطول الحياة. لكن الفيه بتدل على السرعة. طب ليه قال ثم إذا شاء أنشره؟ لأن الوقت خروج الناس لا يعرفه إلا الله، فهو في مشيئة الله وحده. طيب هما للناس يعرفوا ايه؟ يعرفوا مجموعة علامات مجملة. طيب: كلا لما يقضي ما امره، احنا بنفسروها كلا لما يقضي الانسان ما امره الله.
ابن كثير بقى فسرها كلا لما يقضي الله ما أمر الإنسان، ما أمر الإنسان. فنقول الضمير كله في الآية بيعود للإنسان، اشمعنى دي ابن كثير عدت بالضمير إلى الله؟ طيب آخر حاجة الصوفية يقول لك إن عمر بن الخطاب لما سمع فاكهة وأبى قال إيه التكلف ده؟ وأنا لازم أعرف كل حاجة في القرآن؟ لا، مفروض ما أعرفش يعني إيه أبى. هنقول ده كلام ضلال، بيستدلوا بيه على ضلال، إن عمر بن الخطاب بيرفض إن الواحد يتدبر آيات ربنا، وده غلط. ده عمر بن الخطاب التكلف اللي أنكره إن هو أراد أن يعرف شكله وجنسه وعينه يا إما يقف على الآية، فقال ده تكلف. لكن انت تعرف اصل الكلمة ان هو نبات والنبات دوت صفته كذا وخلاص، ده هو ده مش تكلف، ده الواجب عليك انك لازم تعرف معنى أبا يعني ايه. لكن تعرف شكل النبات لا ما ينفعش، ده بقى التكلف انك تعطل نفسك على حاجة لا تستطيعها. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك. كم